الكيك ديالنا فاش خرج البريريت ديالها تاي شويه د اللوز وشويه د الكاتشو. هادوك الحليوات راه مشاركتهم معكم داك النهار، شويه ديال الملو كونفيتير والزيت اللي عندنا سميتو. وها البراد ديال تاي ديالنا الشوشة ديالو. اوكي يلا تعالوا لي فريسكون. هذا هو الكيك ديالنا فاش خرج، البريريت ديالها تاي شويه د اللوز وشويه د الكاتشو. هادوك الحليوات راه مشاركتهم معكم داك النهار، شويه ديال الملو كونفيتير والزيت اللي عندنا سميتو. وها البراد ديالها تاي ديالنا الشوشه ديالو. اوكي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنوا كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غنشارك معكم واحد الكيكه فالفيتي فانيلا كيك. اوكي ان شاء الله الرحمن الرحيم غنحتاجوا واحد 400 غرام ديال فلور ديال الحلوه، طحين ديال الحلوه، واحد 180 ملي ديال الحليب ولا 180 ملي ديال الماء. انا درت الحليب، بغيت ندير الحليب، ودرت واحد 70 غرام ديال السكر. درت هذا السكر براون شوغا ديال الكيك، ما بغيتش ندير داك البيض، ما كنستعملش بزاف السكر. اوكي وغندير واحد 90 مليلتر ديال الزبده ذوبتها. الا ما بغيتيش دير الزبده دير الزيت العاديه. اوكي غنحتاج واحد ثلاثه البيضات ميديوم تري ميديوم اكس صغار مويان، وغنحتاج واحد فانيلا. اوكي وهاد شويه ديال الطحين وشويه الزبده غندحل ندهن بهم المول تاعي من بغي نديرها. اوكي من بعد غندير لا كريم اللي غندير فوق منها، نشوف الدار الا بغاو لا كريم، ونشوف الدراري شنو بغاو في هذا سميتو، في واش بغاو شوكولا ولا بغاو باش كتزوق سميتو. انا نورمالمون كنديرها عاديه نورمال، ما كندير لها لا كريم لا والو. تا الزبده ما كنستعملهاش بزاف، كندير الزيت العاديه. السكر كندير نص ديال سميتو الكونتيتي، ما كنديرش انا مثلا 160 ولا 150، درت 70 غرام ديال السكر. اوكي نقطع نهرس البيض ديالي، نخلط كلشي. نحضر البيضات مويان، نحركهم شويه بالبيسك، من بعد غنخوي سميتو الحليب، نخوي الزبده، ونخوي السكر ديالي، ميكسي مزيان. ندير الفانيلا 7 الغرام، ومن بعد ندير الطحين، ندير شويه بشويه ونحرك. نخوي كلشي، نبقى تحركها واحد 4 حتى 5 دقائق تلاقاو. المهم كتولي الكريمه بحال لا كريم. اوكي دابا غنديرو المول تاعنا، ندهنو شويه ومن بعد بالزبده.
ذوبت الزبده ما كامله حتى 5 دقائق تكون جلات مع البرد، غتكون جلات في ساعه. اوكي ندير شويه ديال الطحين، ومن بعد نخلي نستعمل هذه باش دخلت على الفرن. الفرن درته على 180 170 180 20 25 دقيقة. الكيكه ديالنا هي خرجتها، زعما خلونيش الدراري الصغار كاع نكملها نشوفو كي دايره من الداخل. نشوفو نقلبوها في هذا نشوفو. بسم الله بسم الله بسم الله. ها هي الكيكه ديالي كيفاش خرجت، ما عرفتش واش غنديرو لها كريمه ولا انا كنبغيها هكا. ها نايس. واه تلومي هندوقوها. واه بقى سخونه سخونه. خرجت مخيرة. واي اوكي لا هكا بسم ما عملت والو، عملت شويه ديال الايسينغ شوغر. كنت غندير سميتو كنت غندير الجيم الكوفيت شويه ديال الكوفيتير من الفوق، وعندي الكريمه وسميتو ما غندير والو غناكلو هكا وسميتو مع برد ديالها تاعي. كنت درت هذا زعما باش سميتو نقسمها على جوج وسميتو. يلا هذا هو، طلعوا لي في رؤوسكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى و... برد ديال اتاي وشويه ديال اللوز شويه ديال الكاجو والقرقاع. هنا كاين املو كوفيتير زيت لواحد مع الزيتون. وهنا راه شاركت معكم هاد الحلويات اللي درت من داك النهار، وها الكيك ديالنا. يلا طلعوا لي برزكم، احنا غنكبو واحد كاس ديال اتاي بالكشكوشه تاعو. اوكي هلا طلعوا لي فلوسكم. السلام عليكم.